نروح بقى لتاني خبر واللي ليه علاقة بالمباراة، وهو تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللي قال إن الفريق ما أداش بشكل كويس خصوصا وإن في لعيبة كتير ما كانوش في مستواهم، وقال كمان إنه على مدار مشواره في التدريب ما قابلش أي مباراة زي المباراة اللي اتلعبت من ناحية تضييع الوقت، وإنه على الرغم من كده الوقت الضايع اللي اتحسب في الشوط الأول كان دقيقتين والتاني كان 5 دقايق بس. فمن وجهة نظره أنه الأصلح للكرة المصرية أن يكون التركيز أكتر على لعب الكرة من تضييع الوقت. واختتم كولر تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي وبيطالبهم بضرورة تواجدهم ومساندتهم للفريق في الفترة الجاية.